دكتور جمال الأيوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة ليجيب عن هذه الأسئلة. مساء الخير دكتور جمال. مساء الخير يا استاذ محمد بيه، ومساء الخير على كل مشاهدينا يا فندم. ماذا يحدث في سوق الطاقة العالمي؟ هل في طلب أكتر من العرض ولا تخوفات ولا بدء عودة الاقتصاد أو تعافي الاقتصاد العالمي؟ لا، هناك كثير من الأسباب، يعني هي بس مش تعافي الاقتصاد العالمي، وإن هناك اطمأنينة لإنشار التطعيمات، وإن كثير من الاقتصاديات وخاصة الـ20 الكبار بدأت اقتصادياتها يمكن من الربع الثاني من 2021 في عملية التعاقدات طويلة الأجل، وديت اللي بتعطي ثقة لارتفاع أسعار النفط، ويمكن ده اللي خلى كثير من الأمور كانت مقبولة لدى سعر برميل النفط عند 60-65 دولار. ولكن يمكن في خلال الـ3 أسابيع اللي فاتت حدثت ثلاث اتجاهات غيرت التصور لسعر برميل النفط، اللي بدأ يزيد حتى بقى قريب من الـ80 دولار للبرميل. وبالتالي ده مرتبط ارتباط بسعر الغاز. وخليني اقول لك بس قبل ما اقول لك النقطتين اللي هم اثروا تاثير ايجابي لارتفاع اسعار النفط، كان تعرض البنيه التحتيه لخليج المكسيك لمجموعه من العواصف، منها عاصفتين ايديا وعاصفه نيكولا. الاثنين دولت ضربوا جزء كبير من البنية التحتية، وكثير من الحقول توقفت تماما لأكثر من 7 شركات عالمية، أدى إلى نقص إمدادات البترول إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإلى المكسيك بمعدل يصل إلى حوالي قريب من 1 مليون برميل. ده في نفس التوقيت كان بيعاني سوق النفط العالمي عملية التزام للاجتماع رقم 75 لمنظمة الأوبك، واللي صرحت فيه المملكة العربية السعودية بالتزامها بتخفيض سقف الانتاج لنهاية السنة ما بين 5 مليون برميل، والسماحية للأوبك بلس بأنها تزود عدد قليل من الآلاف من البراميل في السوق العالمي. وبالتالي ظل حتى هذه اللحظة السوق متعطش إلى أكثر من 3 مليون برميل، وبالتالي زادت نسبة العقود الآجلة والطلب على النفط، ارتفع أسعار النفط طبقا لنظرية العرض والطلب. طيب الأثر ده بقى على الغاز أثر ليه؟ لأن هناك 95% من التسعيرة العالمية بتخضع لمكافئ البرميل من النفط، يعني ما يوازي مكافئ من الغاز الطبيعي في حالة سائلة ما يوازيه من سعر برميل النفط. وبالتالي بدأت ارتفاع أسعار النفط تتماشى مع ارتفاع أسعار الغاز، وبالتالي هناك أيضا طلب على الغاز الطبيعي في بداية فصل الشتاء. وبالتالي كانت هناك 3 أشياء أثرت أيضا إيجابا على ارتفاع أسعار الغاز. رقم واحد وده المؤثر، ان هناك بنيه تحتيه لدى الجانب الروسي في عمليه تجديد واحلال في منطقه سيبيريا، وايضا اعاده الاختبار لخط السير الشمالي 2 ادى الى تاخر جزء كبير من ما يتم استقباله داخل السوق الاوروبيه، وخاصه ان اوروبا استهلاكها اليومي بيزيد عن 55 مليار قدم مكعب غاز، وبالتالي هذا الرقم يحتاج الى نوع من الزيادة إلى ما يزيد عن 70 مليار، وبالتالي هناك نقص يصل إلى حوالي 18-20%. هذا النقص أدى إلى أن يمكن بورصتين، البورصة الهولندية وأيضا البورصة الأوروبية، رفعت أسعار الغاز بما يوازي 25 دولار للمليون وحدة. بس بعد إذنك دكتور جمال أليوبي، الغاز متوافر في بعض دول العالم، يعني في إتاحة دائمة ما فيهاش مشكلة، وأوروبا دول غنية تستطيع أنها تمول احتياجاتها، فمن أين تنشأ الأزمة؟ يعني أنا مش قادر، يعني بريطانيا لو عايزة تستورد غاز تقدر، ألمانيا يعني عادي، في قطر، في مصر، في روسيا، يعني أمريكا هي أكبر مصنع للغاز في العالم مثلا. خليني بس أطرح لك ليه المشكلة هي مشكلة. المشكلة في أن دلوقتي عشان تستورد غاز لابد ان الغاز ده يكون في حالة سائلة، وبالتالي هذه التعاقدات تحتاج الى شهور، ان يكون هناك اسالة، وان يكون هناك حمولة في البحر، وان يكون دخول الى البوغاز، مع تغيرات الطقس، مع تأخير في التحول من او استقبال الشحنات لدى المواني، وبعدين تحويلها للحالة الغازية، وبعد كده ضخها في الخطوط. هذه تحتاج الى اكثر من 30-35 يوم عندما يريد ان يكون هناك حتى شحنات سريعة الحصول عليه. سوق الغاز الطبيعي عالميا بينتج
او بتنتجه 9 دول في العالم محتكره صناعه الغاز المسال، هم حوالي 9 دول بينتجوا حوالي 392 مليون طن. مصر من بين التسعه؟ مصر ان شاء الله في البلان انها تخش من ضمن ال 11، لان ال9 دولت مستوى انتاجيتهم السنوي يصل الى اكثر من 15 ل 20 مليون طن سنوي. وبالتالي احنا كدوله مصريه الرينج بتاعنا او مستوانا ما بين 13 ل 13.5 مليون طن. وبالتالي احنا بدانا الحمد لله يمكن في خلال بدايه السنه عدد الشحنات اللي وصلت تصديرها الى 71 شحنه، وهناك طلب كبير على الغاز المصري في الوقت اللي احنا فيه، ودعم الاتحاد الاوروبي في هذا التوقيت، لان احنا اقرب نقطه الى الاتحاد الاوروبي في هذا التوقيت. لكن خليني اقول لك عدد او نسبه الاستهلاك عاليه جدا لدى اليابان وكوريا الجنوبيه. لو العالم كله والصين 392 مليون طن، الصين اليابان وكوريا الجنوبيه بتستهلك منه 71% والباقي 29% على مستوى العالم كله. وبالتالي هناك طلب على الغاز المسال بنسب تصل الى من 15 ل 17% سنويا. وبالتالي خلال ال5 سنوات القادمه سوف يكون نسبه التركيز على سوق الغاز عالميا تصل الى اكثر من 55% ما يحتاجه العالم زيادات في الفتره القادمه. أشكرك شكرا جزيلا دكتور جمال الأيوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة.